دير خير ما يطرابز. ها اش واقع يا حري بدا عاوتاني كويدات ديالي. مساء النور، مساء الربح، مساء التيسير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحتكم مزيان؟ واش كتعاودوا؟ كلشي هاني؟ عرفتو كويدات ديالي ما نقدرش على قهوه كحله، ولا قلت لهم قهوه حليب كيجيبوها لي قاصحه، وانا ما نقدرش على كويدات ديالي. نفضل سيباري ندير راسي. كي دايرين الفريزات؟ صحيحتكم مزيان؟ كلشي بخير؟ واش غنقول لكم الكبيدات الزويونات، القلب ديالكم كيعبر على شنو فيه. اقسم بالله العظيم الا القلب ديالكم زوين كيعبر على الكومونتير اللي كديروا الزوين. وكاينين شي بعضين الله يهدينا ويهديكم يمشي يديها غا في عظامهم، بارك عليهم. والله القسم شي بعضين بحال قلتي انا عندي، والله القسم بحال تقول 95% كل شيء ايجابي الا 5% اللي كتبقى تقول شي حاجه. وا تنقول ليها مالكي محنا راسك، مالكي حبيبتي محنا راسك، سيري تسنطي على المراودك وجبدي لك شي كاشه وتفرجي وديري خير في راسك. ها جاك ويدات ديالي نشربوا انا وياكم قهوه. الله عرفتوا اخوتي، شكرا لكم من قلتوا لي حريوده على اللبس البارح. قلتوا لي كويده حريوده عافاك تبقاي تلبسي القوي مجات كلاس كيجي معاك وكتجي غزاله، ما تبقايش تلبسي دوك البوديات المزيرين. وقسمت فمي بالله كويده في العشيه غنمشي انا هبط هذاك الماريو كامل، فين ما يكون شي تيشورت مزير غنحيدو، فين ما يكون تيشورت مزير غنحيدو غنعطيهم. تا انا والله العظيم الا قررت وعجبني الحال ها نتوما غير محيت دابا كبيدات محرك البرد. ها نتوما شوفوا انا اصلا قررت الكبيدات ديالي مقلبس قوي مجات زويونين، ولا لبس تيشورت يكون تيشورت واسع ما يكونش تيشورت مزير نلبسو واسع. ايوا شكرا لكم، شكرا على الراي ديالكم بزاف، وانا عجبني الراي ديالكم حيت انا عجبني الستيل ديالي عاوتاني. كان قالوا لي شي وحدين حري ودا عافاك تبقاي تجمعي شعرك راه كيجيك واعر. ها انت كويده ديالي انا جمعت شعري على قبلكم، فهمتوا الاراء كتختلف. كاين اللي تيقول لي حري ودا عاوتاني بقيت تلقاي شعرك تيجيك زوين، وخير الامور اوسطها. دائما في الدنيا كامله خير الامور اوسطها، مره نجمعوا هاد الشعنانه هادي ها انتم، مره نجمعوها مره نطلقوها، ومره نلبسوا القوي مجات والسريولات كلاس، مره نلبسوا الجين وتيشورت يكون واسع شويه. والله العظيم حتى انا ما بقاش يعجبوني دوك دير خير ما يطرابز. ها اش واقع يا حري بدا عاوتاني؟ واش شفتي الفيديو اللي درت لكم البارح؟ قلت لكم راه حنا راه سميتها راه الاخت حمزه قالت غنتعطل واحد السيمانه او جوج عاد باش تجي باش نديرو اسبوع يعني تحتفل بالبنت ديال خوها. قالت حريده ما فيها باس خليها تجي باش تحتفل بالبنيه ونحتفلوا كاملين ونضحكوا ونقشبوا هذاك التخربيق. تعيطت عليا في التليفون، ها حريده قلت ليها نعم ياكي، قال لك ياك كبيضه ها مالك يا نسيبتي. قلت لك علاش قلتي الا فوت جوج سيمانات ما تعقليش عليا. الله يعطيك السر الا ما يصبروا معايا، رانا متشوقه وباغا ننزل المغرب بخصوص نادا وبخصوص الماس. اقسم بالله قلت لها صافي، قلت لها كوني هانيه، قلت لها راه غنتسناوك غير ما تعطليش بزاف كبيده باش عاوتاني حتى حنا نفرحوا ويفرحوا الناس معانا ويشاركوا معانا الاجواء الزويونه وبزاف د الحوايج. هاد خت حمزه تا هي مسكينه شحال بكات على نادا منين كان وقع ليها مشكل، وكانت دارت فيزا على قبل نادا نهار كان عندنا استئناف. والله القسم على ود نادا جات يومين ورجعت بحالها، حيت حتى هي عندها الوليد صغيور الله يخليه ليها. فهمتوك بدات ديالي جات حضرت معنا في الجلسه، صافي تغدينا في الكاموني، صافي تعاودنا شي شويه مشينا بحالنا، وهي مشات بحالها لكازا لغدلي شدت الطياره ثاني مشات. واش فهمتوك بدات ديالي؟ ايوا الدنيا هذه كلها غير والله اخوتي بالله الا الدنيا كلها غير مواقف، كاين الزوين كاين الخايب. بحال الصباح مشيت للسوق، حيت اليوم الحد، الصباح مشيت السوق الحد في الكاموني ياك،
وبقيت كنشوف جايه 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 توصلت لديك بلاكه ديال السجن مدينه تيفلت رقم 2، اقسم بالله العظيم. وانا بقيت كنشوف قلت شوف سبحان الله العظيم، كنت كندوز من هاد الطريق تنقول لها انا دابا مسكينه تما ما نعرف اش دايره. دابا ثاني وليت كندوز من هاد الطريق صافي بنتي خارجه الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. غير بنادم دائما كتقول لكم ايمان في الشده، بنادم غير يثبت ويركز وتكون عنده طاقة قوية الحمد لله، واخا حنا ضعاف تحت الله سبحانه وتعالى، ولكن ضروري تكون عنده طاقة قوية باش يقدر يقاوم داك الشيء اللي قسمو عليه الله، ويقدر يعرف اش يدير. واش فهمتوا كبيدات؟ ايوا دابا غنتسناو حتى تجيو ديك الساعة نديرو الحفل ديالنا بخير وعلى خير. كبيدات ديالي اجي نضحككم واحد شويه، حتى تعرفوا حريوده كنهضر معاكم والله القسم كانكم جالسين معايا. شوفوا دابا خوتي كنت كنهضر معاكم في امان الله وحفظه، جاني تليفون جاوت مع راسي بغيت ندير لا فيديو، ايوا قلت بلاتي نضرب هاد الكيكه وهاد القاس وهاد كاس القهوه قبل ما يبقاو فادي يديروه هكا يطلع لي السكر ونبقى عاد كندير. ايوا خوتي تاكليت الكيكه ديالي وشربت القهوه ديالي ورجعت في مجاجي. كاينين شي بعضينا كبيده ديالي، انا ما كنعممش بطبيعه الحال، انا عندي لي فان ديالي زوينين ونقيين والله يسهل عليهم في الدنيا وفي الاخره. لحقاش اللي شوف الله سبحانه وتعالى كيخلص واحد على النيه ديالو على القلب ديالو، ملي كيشوف القلب زوين وبيض وكيبغي الخير لخوه اقسم بالله العظيم تيجيب لك ربي رزقك حتى لعندك. ولكن انت موسخه خبيثة وتتبقاي تدوري سبحان الله غير في بلاصتك، الناس كيزيد عليهم ربي الخير، الناس كيمسك عليها الله، الناس كتجوج، الناس كت بزاف د الحوايج، وانت سبحان الله محينت مسمومه وتتبقاي غير تبقاي تفقسي غير بوحدك. والله العظيم اخوتي الا شحال بقيت نضحك ملي بقيت كناكل هذيك الكيكه، تصوروا جات قبالتي والله ما قديت نقاومها باش نكمل لا فيديو عاد باش ناكلها، والله اخوتي ما قديت. واش غديروا كبيدات؟ والله العظيم راه السكر الصراحه صعيب وكتكوني سبحان الله العظيم شحال من حاجه كتحرمي منها من اجل الصحه، ولكن ماشي مشكل مي من اجل الصحه راه ماشي مشكل. بحال دابا كيكه بحال دابا انا كليت هذه والبارح كليت وحده والبارح كليت وحده هاد الكبيره، فهمتوا يعني بحال اللي خطر عليا هو داك باستيلي دوك الحلاوي د لاكريم كيكونوا مجهدين في السكر بحال كلشي. واخا قال لك واخا بالنسبه لنا حنا واخا التمر الحلاوه طبيعيه هي صعيبه علينا، واخا الفواكه حلاوه طبيعيه حتى هي صعيبه علينا. ايوا خوتي اش غنديروا، تنسلكم على الوقت، انا تنبرد غديدي غير هكا في المملحات حيت ما كنقدرش ناكل بريوات عامرين وداك الشيء الاخر مع السل وهادي وهادي، اللهم كندوز للجهه الاخرى. ايوا كبيدات ديالي الله يرزقنا ويرزقكم الصحه، دائما كتوصيكم ايمان اقسم بالله الا عندكم الصحه خوتي راه ما يغركم حتى حاجه، الصحه اول حاجه. ايه باش اخوت المظاهر وهادو هادي الصحه كبيده هي الاولى هي الرئيسيه، راه الصحه غير النعمه ديال رجيله تعطيهم لك الله تتمشي بهم راه نعمه من عند الله، ملي كتاكلي كلشي ما كتحرمي حتى من حاجه راه نعمه من عند الله. واخا ما كيكونش المصروف باش ياكل بنادم شي حاجه باهظه، ولكن غير شويه من شويه شويه كا شويه كا راه جايب الله التيسير قادر الغرض. والصراحه بيني وبينكم مشيت قبيله خوتي للكاموني، اجي نعاود لكم شي شويه، مشيت قبيله للكاموني خوتي بحال شي ناس، مشيت عند ليلى دائما قالت لي والله القسم اختي حريوده كون غير تمنيت شي حاجه حيت مده ما مشيتش عندها، قلت لها مالكي؟ قالت لك والله القسم، قالت لك الا قلت يا ربي شي حريوده اليوم وانا نمشي سبحان الله العظيم. والله الا كتصاوب لي خوتي واحد الحريشه نتوما مالين الخير على العواد وبريريد مشحار على حقه وطريقه. ايوا ضربت لك اخوتي ديك الحريشه
وضربت لك داك البراد على حقه وطريقه، وجلست ندور هكا. مشيت للجوطيه نشوف الا يكون شي بياس، شي بياس بحال دوك لي كوز ديال الطوموبيل، بحال شريت شي تويشيات مطرقه صغيره بالطرنفيسات ديالها على الاشكال وهذا، فهمتوا. ايوا درت شي شويه من هنا ومن هنا، وخديت خديت شي الحوايج، خديت واحد المقيريش وخديت سمعتوا خوتي شلا حوايج خديت. ايوا وصافي دوختني ديك الشمس، والله ما قدرت ناكل كفيته، وكنت مشهيه ناكلها تما في السوق، والله ما دركتش دوختني الشمس. كناكل عند واحد السيد الله يعمر ليه الدار، ديما كيصاوب لي حاجه زوينه. ايوا ثاني في هذه العشيه حتيت على الجويكيطه ديالي، كنت لابسه غير القويمي جاو لابسه سريوي الكلاس. ساعه خوتي هبط من الطوموبيل الزفزوفي وانا لبس الجواكيطه. ايوا الحمد لله والشكر لله وهذا. ايوا ان شاء الله باذن الله تتشاركوا معنا الافراح. دابا اخت حمزه هي اللي معرقله ليا دابا هادشي. ايوا دارت معنا السيمانه الاولى السيمانه الثانيه، باقي ما وصلت السيمانه الاولى حيت قريبه عاد باش تدخل في السيمانه الثانيه. ايوا ديك الساعه الكويدات ديالي ان واحد غيوجدوا لينا الصراحه الله، الله يجازيهم بخير وشكرا لهم بزاف بزاف. الناس بغاو يوجدوا لينا سميتها هذه القاعه، وبغاو يوجدوا لينا تريطور، وبغاو يوجدوا لنا النقافات، وبغاو يوجدوا لنا داك الشيء على حقه وطريقه، بغاو يكبروا بنادم، وفي نفس الوقت بغاو يديروا اسبوع الالماس باذن الله. يكبروا بنادم وفي نفس الوقت بغاو يديروا اسبوع الالماس باذن الله سبحانه وتعالى. وحتى بطبيعه الحال الصديقه ديالنا الغاليه اللي معروفه بلاباج الحكومه، حتى هي واحد الانسانه الصراحه الله ظريفه ومعقوله، اقسم بالله العظيم انا حريوده كتقول غير الصراحه وكتجي من الاخر معقوله وعزيزه عليا وظريفه الصراحه الله. ايوا خوتي خليت لكم الراحه وتحياتي لكم تنموت عليكم، وشوفوا هذا المنظر هذا في هذا الليل هذا. كويدات ديالي شوفوا هذا المنظر هذا مع الليل، والصراحه وليت نجي لهذا الكافي كل مره والله القسم الا لقيت راحتي فيها مخيره والهدوء التام.